تنفيذا لمبادرة ديرتك أولى التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة لدعم المجالين العلمي والإنساني، بدأت مدرسة عبد الرحمن كانو الدولية بشراكة مع المكتب الإعلامي لسموه ممثلة بفريق مكون من طلبة وطالبات المراحل الدراسية في المدرسة باكورة أعمال هذه المبادرة في محافظة المحرق، عبر البدء بعملية ترميم واحد من البيوت الآيلة للسقوط. وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن فخره واعتزازه بجهود فريق العمل، مؤكدا سموه أن المبادرة تأتي تنفيذا لرؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله لترسيخ وتنمية المفاهيم التنموية والاجتماعية لدى أفراد المجتمع لا سيما الشباب، عبر دفعهم لإبراز قدراتهم وإمكاناتهم بشكل ينمي العمل التطوعي والخيري. وأضاف سموه أن هذه المبادرة تترجم الجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء لتعزيز مفاهيم القيم الأصيلة الوطنية نحو العمل التطوعي واستثمار الموارد للقيام بالمسؤولية الاجتماعية. وأعرب سموه عن تطلعه لتكوين ترابط بين التعليم والعمل التطوعي والخيري من خلال تحقيق أهداف المبادرة، متطلعا سموه لبلورة الأفكار التي تساهم في تقوية الروابط الاجتماعية من أجل بناء مجتمع أكثر قوة يمتاز بالتراحم والتعاون. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تمتاز بشعب لديه حب العطاء والخير، مشيدا بجهود إدارة مدرسة عبد الرحمن كانو الدولية برئاسة الوجيه سعود عبد العزيز كانو والسيد طارق كانو نائب رئيس مجلس الإدارة، متمنيا في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح لفريق العمل من طلبة وطالبات المدارس. فريق عمل من طلبة وطالبات مدرسة عكفت مقرراتها بإرساء مفاهيم إنسانية تجسدت على أرض الواقع أعوام مضت على نهجهم المتمثل في مد يد العون للدول الآسيوية والأفريقية الفقيرة من خلال توفير البيئة المعيشية والتعليمية الملائمة. مدرسة عبد الرحمن كانو الدولية ها هي اليوم وفي المحرق بالتحديد تبدأ بتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة ديرتك أولى التي دشنها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة والمعنية بترميم البيوت الآيلة للسقوط. احنا أصلاً الفكرة بدأت واحنا خارج البحرين، لأن لما كنا نستشعر يعني سعادة الأشخاص اللي احنا نقدم لهم المساعدة وأي شيء بسيط من عندنا، لما كنا نستشعر تأثير الطلاب تأثيرنا احنا بأي شيء كنا نقدمه، حسينا احنا نبي نحس بهذه الشيء بين أهلنا بين ناسنا. طبعا من بعد تدشين سمو الشيخ خالد بن حمد لهذه المبادرة يعني حسينا بمسؤولية أكبر، ان احنا لازم نرسخ عملنا في يعني أعمالنا في الأعمال الخيرية سواء كانت من طاقات الشباب أو من أمور أخرى، لازم تكون حق الديرة مثل ما قال سمو الشيخ خالد، ديرتنا أولى، فعلا هي أولى بعطائنا. مبادرة ديرتك أولى مبادرة حملت في طياتها أسمى معاني الإنسانية، ففيها ترسيخ لقيم الترابط والتكاتف والوطنية من خلال تعزيز ثقافة العمل التطوعي في نفوس الطلبة ودفعهم للمضي قدما نحو بناء وتعمير المجتمع. ولأن الوطن أولى بشبابه جاءت مبادرة ديرتك أولى لتترجم توجيهات عاهل البلاد المفدى والرامية إلى دعم العملية التنموية الشاملة في المجتمع. الابتسامة اللي لما يدشون البيت ويشوفون البيت متغير ويشوفون حالهم تغير شلون كان وشلون صار، فهاي الابتسامة يعني صراحة تخلي القلب يعيش حالة أخرى. هاي فخر لي أن أكون جزء من هالفعالية، أن أساعد وطني في أن أساعد الأوادم المحتاجة. شلنا الأغراض اللي داخل وكسرنا الطوفة وذي علشان أنه يسوون يحطون عليها أشياء ويصبغونها ويعدلونها وتكون نظيفة ومرتبة. مبادرة لخلق أجيال لديها روح العطاء والبناء
مبادرة لغرس القيم النبيلة والمبادئ الوطنية. هي مبادرة ستكشف للجميع ما يتمتع به الطلبة من قدرات وإمكانات تؤهلهم ليكونوا قادرين على حمل لواء المسؤولية لإعمار الوطن الذي يساهم في ازدهاره وتقدمه. ديرتك أولى مرآة تعكس مدى الرقي الذي وصل إليه المجتمع البحريني. فكم هو جميل أن يزرع الإنسان ويجني حصاده، والأجمل أن يرى الحصاد على هيئة ابتسامة.